لا هو الارجنتين عشان ميسي خلاص اخر سنه ليه ويعتزل دوليا وعايز ياخد حاجه زي كاس العالم عشان الحاجه الوحيده اللي ناقصاه في البطولات كلها بتاعه كره القدم. هو عمل كل حاجه في الكوره ما عدا كاس العالم بس، وان شاء الله هو اللي يكسبها. يعني الارجنتين غالبا هتكسب بس ما اعتقدش هتكمل. صراحه الارجنتين بسبب الخبره واللعيبه اللي فيها الصراحه برضو بتفرق. اكيد الارجنتين، وميسي اعتقد ما ينفعش يتقارن باي لعيب يعني، فمتوقع ان الارجنتين هتكسب 2-0. هشجع ميسي لان يعني هو لعيب حلو ومحدش يقدر يكسبه ساعات. الارجنتين اكيد برضه لنفس الفرصه اكبر للارجنتين، يعني ميسي خبرته هي اللي هترجح ان شاء الله باذن الله. انا حابب بولندا تكسب طبعا، لان الارجنتين هيبقى منافس صعب جدا لو صعدت الدور الثاني، تبقى منافسه صعبه، هيبقى فيه منافسه وكل حاجه، بس الارجنتين هتبقى من الفرق الرخمه، بولندا اسهل يعني، حتى لو صعدت تبقى هي اسهل تخسر حتى وتخرج. انا بتوقع الارجنتين تكسب وهي اللي هتصعد، لان انا بحب الفرق بتاع امريكا الجنوبيه، لعب مهارات وفرق بتبقى بتحمس البطوله، ولما بتصعد بيبقى بطوله كاس العالم بيبقى شكلها احلى. بولندا ممكن تصعد، بولندا وتغلب الارجنتين ان شاء الله. اكيد الارجنتين، انا شايف الارجنتين عادت في الماتش اللي فات وفي التايم الثاني بالذات، وبعدين عندهم مهارات اساسيه عاليه جدا، وفريق بيلعب تيم ورك كويس، واعتقد ان هم هيوصلوا للفاينل ان شاء الله، لان الارجنتين فرقه كبيره وتقدر ترجع تاني ان شاء الله. والله هو بدايه احنا مستمتعين بالمباريات اللي بنتفرج عليها في كاس العالم، والرياضه في الاساس تنافس مش خصومه، وانما اللي هيصعد ديت حسب الاجتهاد بتاعه، انما الهوى او الذوق المصري مع الكره بتاعت امريكا الجنوبيه والارجنتين والبرازيل، فدولت بيمثلوا بالنسبه لنا متعه الكره، فانا اتوقع يمكن اتمنى صعود الارجنتين.